أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك سيد، بنزح معك، عندي سؤال الله يخليك. تفضل. سيد، عندي زوجتي تقول لي بابا تناديني. تقول لك بابا؟ اي، من معزتها يعني اللي شتني وما يعني احد غيري. تناديك بابا، زين، فانت شنو شعورك؟ والله انا كيف يعني غير اقول لك صديق سيد، وصراحه الان لان احبها واعزها وهاي، كل ما اطلب من الشغل والاقيها ابوسها من ايدها من راسها من رجلها يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله ان شاء الله يزيد محبتكم يا احمد، يزيد محبتكم. ان شاء الله ماكو اشكال. بس ماكو اشكال، بس انا شوي ضحكت، ليش ضحكت؟ بعدين اقول لك في الجواب، اقول لك ليش ضحكت. مشكور يا اخ احمد حبيبي، الله يبارك فيك. احمد يقول زوجتي تناديني بابا، انا شوي ابتسمت. ليش؟ لانه عاده الزوج ما يقبل زوجته تقول له بابا، شنو انا يعني تكبريني وانا بعدني شاب وصغير وعلى اي حال ونشط، شنو تقولي لبابا انا تكبريني؟ قد البعض يزعل، لذلك من واحد يقول مثلا الوحده امي تتاذى، شنو تقول امي؟ انا بعدني بقد اخ بنتك. بعض النسوان شويه حركات ما يقبلن اقول امي. سيدنا شنو القصه؟ انا بعدني بقد بنتك بقد ما ادري كذا، فما تقبل الواحد يكبرها. زين، هنا انت تقول له انا احبها واتقبلها وكذا، جزاك الله خير، وان شاء الله تعالى الله يجمعكم ومودتكم تبقى وتستمر ان شاء الله تعالى. وانت صدقه يعني لا تحكي هاي قدام الناس، تحكيها ليش؟ لان اكو عيون قد تحسدكم. انت صدقه دفع بلاء عن علاقتكم الطيبه، ما في اشكال، سهل بابا سهل كذا. ما في، رسول الله صلى الله عليه واله كان ينادي فاطمه امي، يا امه فاطمة الزهراء يسمي أمي، وكان يقول هي أم أبيها، أم أبيها، لحبه وارتباطه بفاطمة صلى الله عليه وسلم، وشك به لا إشكال في ذلك.